السلام عليكم. في الفيديو النهاردة هنحاول نشوف إزاي نجيب الإلكتريك فيلد من البوتنشال، باعتبار يعني إن البوتنشال سهل. فلو فرضنا إن إحنا عارفين نجيب البوتنشال السهل ده، إحنا قلنا إن هو سكيلر، فالتعامل معاه أسهل ونقدر نحسبه بسهولة. يا ترى إزاي أقدر أجيب منه الإلكتريك فيلد أو المجال الكهربي؟ إحنا المعادلة اللي إحنا كتبناها للبوتنشال، قلنا البوتنشال at a point negative integration من infinity للpoint E dot delta L. هتقول لنفسك طيب يعني إذا أنا لما كان عندي الإلكتريك فيلد عملت انتجريشن وما عملتش انتجريشن، في أنا عملت نيجاتيف انتجريشن أجيب عشان أجيب الإيه؟ البوتنشال. طب يا ترى بقى لو عندي البوتنشال وعايز أجيب الإلكتريك فيلد، المنطق هيقول إيه؟ المنطق هيقول لا، يبقى أنا هنا محتاج أعمل نيجاتيف ديفرنشيشن، يبقى انا هنا بعمل انتجريشن، هنا هعمل ديفرنشيشن، وما انساش ان في نيجاتيف ريليشن ما بين الاثنين. بس هل الكلام ده كده كلام مرسل؟ يعني تحس انه ايه، يعني ات سيمز لوجيك صحيح، بس ايه ازاي اقدر اطلع من السكيلر الفي ده سكيلر، اقدر اطلع الكومبوننتس بتاع الالكتريك فيلد؟ الالكتريك فيلد ده فيكتور، ليه ثلاثه كومبوننتس، ليه اي اكس كومبوننت اسمها اي اكس، وكومبوننت اسمها اي واي، وكومبوننت اسمها اي زد، ليه ثلاث اجزاء. ازاي اطلع الثلاثه دول من البوتنشال؟ هيقول لك تعالى نعوض في الايكويشن دي، مش دي ايكويشن عامه اهي، ونشوف كده ازاي نقدر نطلع اكسبريشن، ازاي نطلع المعادله المظبوطه اللي هتطلع لنا الالكتريك. اول حاجه هعملها الايكويشن اللي فوق دي ان انا هعمل لها ديفرنشيشن، هفاضل، يبقى هيطلع لي ايه؟ يبقى هيطلع لي بدل ال V هيطلع لي DV، ادي الديفرنشيشن لليفت هاند سايد، هيساوي لما اجي اعمل ديفرنشيشن الناحيه الثانيه يشيل لي بقى علامه الانتجريشن، يطلع لي E دوت دلتا L، ادي ال الايكويشن اللي احنا هنعوض فيه. طيب يا ترى الالكتريك فيلد انا ما اعرفوش، الالكتريك فيلد اقدر اكتبه بشكل عام، عايز اكتب معادله عامه خالص للالكتريك فيلد. انا عارف ان هو ليه ثلاثه كومبوننتس زي ما كتبنا كده، هقول طب ما اي الكتريك فيلد تقدر توصفه جنرال، ايكويشن، معادله عامه خالص، للالكتريك فيلد عباره عن كومبوننت اسمها اي اكس لسه ما اعرفهاش في الاي دايركشن، وكومبوننت ثانيه برضو ما اعرفهاش في الواي اسمها اي واي في الجي دايركشن، وكومبوننت ثالثه او حته ثالثه اسمها اي زد برضه ما اعرفهاش في الكي دايركشن. يبقى احنا كده عندنا ثلاث حاجات ما نعرفهمش، اللي هم الاي اكس والاي واي والاي زد. طيب يا ترى دلتا ال برضه جنرال، ايكويشن ليه؟ عايز اكتب معادله عامه ليه. هفكرك بالدلتا ال، والدلتا ال ده كان المسار او الباس اللي احنا هنمشي عليه، المسار او المسافه، اللي احنا هنمشي عليه. تخيل لو انت عندك كده مسار هو فيكتور عام، وانا هفرض انه مثلا هنا اكس وهنا واي وهنا زد، وفي فيكتور عام، كده اسمه دلتا ال طاير في الهواء كده في اي دايركشن عام، في اي دايركشن جنرال. هتقول طب ما دام الدلتا ال ده حته صغيره، ده معناه ان هو عباره عن حته في اتجاه اكس دي اكس صغيره، وحته في اتجاه واي دي واي صغيره، وحته في اتجاه زد دي زد صغيره. يبقى اي دلتا ال جنرال فيكتور كده في الاكس واي زد في الثلاثي الابعاد تقدر تكتبه على ان هو الحته دي حته صغنطوطه جدا، تشينج صغير في اتجاه اكس اسمه دي اكس، وتشينج في الواي وتشينج في الزد، يبقى هكتبه كده دي اكس في اتجاه اي زائد فيري سمول تشينج في اتجاه واي اسمه دي واي في اتجاه جي، زائد فيري سمول في اتجاه زد هسميه دي زد في اتجاه كي. طب لما اجي اعمل دوت برودكت، ما بين ده وده، هتلاحظ ان الاي دوت اي هيدينا صفر، هيدينا واحد، سوري بالصيام بقى معلش يا جماعه، وجي دوت جي بيديني 1، وكي دوت كي هيدينا 1. يبقى اي دوت دلتا ال نعوض عنها ازاي؟ نعوض بقى في الايكويشن اللي عندنا اللي فوق دي، هنكتب دي في من اول السطر بقى بيساوي نيجاتيف الاي اكس، هنلاقيها تتضرب في دي اكس، والاي واي هتتضرب في دي واي، والاي زد هتتضرب في دي زد.
طبعا الكلام ده كله نيجاتيف مأثر عليه النحيل. طيب ده الايكويشن دي ما زال مشكله برضو في حد ذاتها. ليه؟ لان انا عندي ثلاثه انون اللي هم الاي اكس والاي واي والاي زد، الثلاثه ما اعرفهمش. علشان اقدر اطلع اي حد فيهم هاجي اقول لك افرض انه الواي اسيوم. الناس بتوع الرياضه حلوا الكلام ده ازاي؟ قال لك اسيوم ان الواي والزد كونستنت. يعني ايه الواي والزد كونستنت؟ ما ده معناه ان الدي واي بتاعتي تكون بتساوي صفر، مفيش تشينج في الواي، وان الدي زد تكون بتساوي صفر، مفيش تشينج في الزد، او التشينج بيساوي صفر لانه هو كونستنت. لو فرضنا ان الواي والزد كونستنت وحطينا ده بصفر وده بصفر، هتطلع لنا معادله لذيذه قوي انه دي في هيساوي ماينس اي اكس دي اكس. طب ما تقدر تقول ان الاي اكس كده تتحسب ازاي؟ نيجاتيف دي في باي دي اكس، بس تحت شرط. ايه هو الشرط؟ انه الزد والواي كونستنت. مش احنا حسبنا الكلام ده تحت الشرط ده؟ انه كونديشن، في شرط هنا، الكلام ده مشروط. طب ما هو ده اللي بيسموه بارشال ديفرنشيشن، ده بيسموه بارشال ديفرنشيشن، تفاضل جزئي، تفاضل جزئي. انا عشان اطلع الاي اكس هحتاج اعمل ايه؟ اقول ماينس بارشال في بارشال اكس، ماينس بارشال في بارشال اكس. طب يا ترى الاي واي والاي زد هعملهم ازاي؟ اطلعهم ازاي؟ بنفس الطريقه بالظبط. وانت بتطلع الاي واي افرض بقى ان الزد والاكس كونست، وانت بتطلع الزد افرض الاكس والواي كونستنت، فهتلاقي انه الاي اكس زي ما حسبناها كده هي ماينس بارشال في بارشال اكس، وهتلاقي انه الاي واي بتجيبها ازاي؟ ماينس بارشال في بارشال واي، وانه الاي زد هتساوي ماينس بارشال في بارشال زد. يبقى اذا بعمل بارشال ديفرنشيشن، بعمل بارشال ديفرنشيشن عشان اطلع الثلاثه كومبوننتس بتوع الالكتريك فيلد. يبقى الالكتريك فيلد اقدر اجيب الكومبوننتس بتاعته ازاي؟ عن طريق البارشال ديفرنشيشن. وما تنساش النيجاتيف، ما تنساش النيجاتيف. تعال نشوف مثال، مساله جايه في الامتحان مثلا بالمنظر ده، تعتبر هديه، مساله هديه متقدمه على طبق من فضه، ومع ذلك تلاقي الناس يا ما تعرفش تحلها يا تتوه، ما تبقاش عارفه دي تبع انهي حته في المنهج. عشان كده انا خصصت الفيديو ده مخصوص. ممكن يكون البروف ده مش مطلوب منكم، بروف التفاصيل بتاعته مش مطلوبه، لكن مطلوب ان انا اعرف احل المسائل اللي على الجزء ده ازاي. مديني يقول لي في ريجن معينه في اكس وواي وزد بيساوي الكلام ده، اديني شكل الفانكشن بتاعه البوتنشال. ادي البوتنشال جيفن اهو، البوتنشال هو اللي مديهولي، مديني البوتنشال. عايز الالكتريك فيلد، فايند الالكتريك فيلد عند النقطه دي، مديني نقطه معينه وعايز الالكتريك فيلد عندها. اجي انا اعمل ايه؟ اقول ده الالكتريك فيلد ليه 3 كومبوننت، هات لي الاي اكس. اجيب الاي اكس ازاي؟ ماينس بارشال في بارشال اكس، تمسك الفانكشن دي تعتبر انه الاكس هو الاونلي فاريبل اللي عندك، اي واي وزد شايفهم كانهم كونستنت، يبقى يطلع لنا ايه؟ نيجاتيف، اوعى ننسى النيجاتيف بقى. الثلاثه في الاثنين هيديني 6 اكس واي، ادي اول جزء عندنا، والحته الثانيه دي فيها اكس اهو فاريبل، والحاجات الثانيه اللي موجوده كانها مضروبه فيه 2 واي زد سكوير. ادي الفانكشن اللي احنا عملناها اللي هي الاي اكس، جبنا خلاص الديريفيتيف واثرت بالنيجاتيف، واثرت بالنيجاتيف على الترمين اللي موجودين. طب يا ترى الاي واي هتساوي كام؟ ماينس بارشال في بارشال واي، اعمل بارشال ديريفيتيف وذ ريسبكت تو واي يطلع لك نيجاتيف. الترم الاول هيطلع لنا منه 3 اكس سكوير. طب والترم الثاني؟ الترم الثاني هيطلع لنا منه 2 اكس. انا شايفه الواي هو الفاريبل الوحيد، زد باور 2 الواي يعتبر هو اللي فاريبل، والزد هنا هتبقى كونستانت هي والاكس. طب عايز اجيب الاي زد، عايز اجيب الاي زد، اجيبها ازاي؟ اجيبها عن طريق البارشال ديفرنشيشن. اي زد هيساوي ماينس بارشال في بارشال زد هيساوي، وانت بتعمل بارشال ديفرنشيشن وذ ريسبكت تو زد، الترم الاول هيديك زيرو. ليه؟ لان مفيش فيه زد خالص، مفيش فيه زد خالص. والترم الثاني هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا 4 زد بقى باور 2، هينزل ال 2 هيبقى نيجاتيف، ما ننساش النيجاتيف، 4 اكس واي زد. طيب دلوقتي عايزين نجيب الالكتريك فيلد كفيكتور، كفيكتور نهائي هيبقى عباره عن ايه؟ بيقول لي عوض بالبوينت دي،
يعني ايه عند بوينت واحد وواحد وصفر؟ يعني الاكس حطه بواحد، الواي بواحد، الزد بصفر. يبقى انا هنا هعمل سبستيتيوشن على الحاجات دي. لما يعمل سبستيتيوشن، طب اول اي زد هشوفها هتطير، واكس بواحد واي بواحد الحته دي تطلع لي نيجاتيف 6، الزد هتطير لي الكلام ده زيرو، تعويض بزيرو جميل، يبقى هيطلع لنا هنا ايه؟ ماينس 3. لما اجي اعوض هنا عن زد بزيرو هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي زيرو، يعني مفيش اي زد، مفيش اي زد. يبقى هكتب الالكتريك فيلد عباره عن حتتين بس، حته اكس وحته واي. يبقى الالكتريك فيلد اكتبه ازاي بقى كفيكتور؟ الالكتريك فيلد كفيكتور اهو، الجزء اللي هو نيجاتيف 6 ده الاي دايركشن، ده الاي اكس، والحته اللي هي ناقص 3 ده دي اللي بتبقى في الجي، ومفيش معايا كي، مفيش حاجه في الكي دايركشن. يبقى احنا كده جبنا الالكتريك فيلد عند البوينت اللي هو عايز يحسب عندها. طبعا الجزء ده يعتبر سهل جدا، سهل جدا، مش عايزين يضيع مننا. واقول لكم ثانك يو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير ان شاء الله.